معليش يا ميسي معليش. لا عليك يا ميسي، انت ضيع حبيبي، ضيع حبيبي، انت ضيع وانا نشربها، انت تمر بجانب الحدث وانا نسير سبب خروجكم البطولات. مش مشكل، فداك يا ميسي، فداك يا افضل لاعب في التاريخ. انا درعك، انا سهمك، انا نبراسك وقلمك يا ليو. انت ميسي كبيرهم على سيرك وعرض المتعه في عالم القدم. وانا يا ميسي مستعد للذود عنك لتقبل سهامهم بدلا منك وضربهم بدلا عنك لاخر رمق. محلاكم جمهور الكوره، فشل الارجنتين في البطولات الكبرى من 93 صار سبب الشوالي وليس اليوم. انا خذ بالكل، ميسي لا تريد ألقاب القارة، ميسي لا تحب ألقاب المونديال والفيفا. لماذا 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 تمنعت؟ لماذا ترفضين؟ لماذا ترفضين؟ لماذا لا تقبلين بمهر أفضل لاعب في التاريخ ليونيل ميسي؟ انظر على اللاعب 22. وهذا شو هذا؟ سحار الكامب نو مسحور في الأرجنتين، سحار الكامب نو مسحور في الأرجنتين. هذا ما يكتفي بقوله. ترجع الكرة وسط الميدان. هل هو سوء الحظ؟ هل هو عدم التوفيق؟ هل هو قلة التركيز؟ أم هو دعاوى الدين يا أرجنتينا؟ فيما سبقت فشلت الأرجنتين بأقويائها، فماذا هي فاعلة بضعفائها؟ وكيف حبيبة الأرجنتين أين ذهبت يا ميسي؟ أين شخصيتها؟ أين تاريخها؟ أين محفلها؟ أين بريقها؟ أين ذهب ذهبها؟ أين هي أرجنتينا حبيبة الأرجنتين يا ميسي؟